المشاهدين، تشهد محطة التطعيم ضد كورونا في مدينة أم الفحم إقبالا متزايدا من يوم لآخر، وقد بدأت المحطة عملها قبل نحو 5 أيام، وهي محطة مشتركة تخدم مؤمني صندوق المرضى الثلاث كلاليت حويدت ومكابي. وللاستزادة أكثر حول عمل المحطة ومدى الإقبال على التطعيم، تنضم إلينا الآن في بث حي ومباشر من محطة التطعيم في أم الفحم مديرة التمريض في صندوق المرضى مئو حيدت في أم الفحم الممرضة انتخاب صباح حصري. مساء الخير الممرضة انتخاب. مسيكوا بالخير الجميع. بحب بالأول نقدم أنه إحنا محطة التطعيم بكوبات خلي موحدت في أم الفحم. زي ما حكيت بعرف نفسي، أنا انتخاب حصري مديرة التمريض. أخت انتخاب كوبات خلي موحدت، أولا نريد أن أسألك عن الإقبال الجماهيري يعني على التطعيم عندكم. الحمد لله الإقبال جيد جدا، الكل حابب يطعم، بس إحنا في صندوق المرضى موحدة كتير منشدد إنه نمشي حسب تعليمات وزارة الصحة. الأجيال طبعا، تحديد الأجيال والناس اللي بيحقلن حق التطعيم اللي هن يتقبلوا التطعيم، اللي ياخذوا التطعيم. التطعيم اللي احنا بنركز عليها سهل لاجيال ما فوق 60، كمان الاطباء، كل حدا بيسل بصناديق المرضى بيعمل ممرضات، طلاب تمريض، طلاب طب، كمان بنعطي التطعيم للناس اللي عندن الاهالي او عائلاتهن في المعركة حسونية ميدوكيت. من كل أخت انتخاب، بداية قبل هذا الشرح، بداية نريد منك أن تعرضي لنا أمام الكاميرا كنينة التطعيم التي انتظرها الملايين حول العالم، وها هي وصلت إلى مدينة أم الفحم التي عانت في الفترة السابقة الإمرين من الفيروس. كيف تصفين لنا أنت شعورك كممرضة عاشت الألم الكثير وخصوصا الناس؟ أنا كتير مبسوطة أنه التطعيم وصل، أنا كتير مبسوطة أنه الناس ترجع لحياتها الطبيعية. الإشي كتير مؤلم أني أشوف عائلات اللي قاعدة عن شغلها والدخل تبعها بكل الأحوال كان قليل وإسا صار أقل. كتير الوضع سيء بالعائلات، الإشي بوجع القلب. لأنه أكتر أنا إلي 29 سنة بشتغل بأم الفحم بصندوق المرضى، وبعرف كتير من على أوضاع الناس. دعينا نشاهد، دعينا نشاهد الكنينة الصغيرة. ها هي، أنا شاهدتها بالأمس. نعم. في أول أيام سمحت وزارة الصحة إنه كل كنينة تحتوي لخمس وجبات تطعيم لخمس أشخاص. من امبارح بدأت الكنينة، يعني كل كنينة خمس أشخاص، كل كنينة خمس أشخاص. من امبارح أخذنا أخرى كمان تعليمات جديدة إنه الكنينة تكون لست أشخاص، لأنه المادة إحنا مندوبها وكان يضل فيها وجبة سادسة، بس وزارة الصحة ما رضيت تأخذ الإجراءات إنه نبدأ بستة، لأنه ممكن يكون شوية أقل. إنه يعني حكوا إنه لازم إحنا نعطي خمسة على الأكيد إنه يكون خمسة. كيف يتم حفظ؟ إنه كانت ضل وجبة سادسة. كيف يتم حفظ هذه الكنينة في المحطة لديكم، خصوصاً وأنها تتطلب درجة برودة كبيرة جداً؟ مزبوط. إحنا منطلع من كثر ما إنه الإشي مهم جداً، والإشي لازم نحافظ على كل كنينة، يعني زي ما تحكوا بنضب يعني على الآخر منشدد كتير كتير منشدد، منأخذ كنينة كنينة ومندوبها. وحتى في تعليمات منسجل رقم الكنينة، الساعة اللي دوبت بها الكنينة، الساعة اللي طلعت منها بالبراد، يعني في كتير تجديد على الإشي على أساس إنه الواحد برضو يراقب نفسه، إنه لأنه كثير طلعت دعايات أو صار الإشي إنه صار غلط إنه واحد أخذ الكنينة كلياتها، لأنه شوي بتخربش المادة سائلة. بس حكوا إنه ندوب المادة، هي مدوبة بس مركزة. عساس هيك إحنا، عشان هيك إحنا من منضيف عليها
النورمال سالاين مع كالوها وواحد فاصل تمانية، وبعدين بصير عنا جاهز من امبارح طبعا 6 وجبات كان قبل 5. هل لديك معطيات دقيقة حول عدد المواطنين الذين تلقوا التطعيم في أم الفحم حتى هذه اللحظة؟ أنا بدراية على عدد الطعم في عيادة في صندوق المرضى موحدة. ليه؟ لأنه أنا عملت طريقة هي الإشي هسا محوسب، الإعطاء الإحصائيات المحوسبة ما وصلتنا، بما أنه أنا كمان بسجل كل تطعيم بعطيه لكل شخص كل يوم. طبعا في عندي عملنا برنامج نسجل على ورقة كل الناس اللي أخذوا تطعيمات، بقدر أحدد كمية الناس اللي هي الطعمت عندي. أنا بالطعم عندنا مش بس من أهل أم الفحم، إحنا من الوسط اليهودي كمان اتوجهوا أخذوا تطعيم عندنا بكوبا خلي موحدة. كيف طريق سؤال سوا صح؟ أخت انتخاب نريد أن نتحدث عن الأشخاص الذين يحضرون إليك لتلقي التطعيم. أنت قلت أيضا من الوسط اليهودي يأتون إليكم. أكيد من الوسط اليهودي. هل تلزمون كل شخص بحجز دور مسبق قبل الوصول إلى المحطة؟ طبعا طبعا. صندوق المرضى موحدة عمل مع إدارته العليا وكل الإدارات اللي تحت إدارة الإدارة العليا إنه شغلنا السكرتيرات لإدارة تسجيل محوصب عن طريق برنامج محوصب، والكل ببين مع دوار ومنظم وبيوصلوا هنا من كل من الوسط العربي واليهودي. هل يشارككم البعض بمخاوفهم من التطعيم؟ مثلا هل يسألون عن مؤامرات أو عن تغيير المادة الجينية وما شابه؟ ما الحقيقة بيسألونا، بس الثقة اللي كسبتها مع أنا بحكي عن صندوق المرضى تبعي أنا كشخصية، بصندوق المرضى تبعي معروفة وبيثقوا في كلامي وبيثقوا في إني أنا بدي مصلحتهن وبدي صحتهن. الحمد لله فيش لحد هسا واحد حكيت له الطعم ورفض. طب يعني انا اريد ان اسالك سؤال، هل انت تلقيت التطعيم؟ هيك بيسالوني، هل انت تلقيت التطعيم؟ اقول لهم انا اول وحده اخذته. طبعا مش بال يعني انه الشيء مش حقيقي. ما احنا شاهدنا ايضا شخصيات ورؤساء دول وشخصيات معروفه اخذوا التطعيم، يعني ربما لن بالنسبه لهم يعني لا يكفي ما يرونه. كمان مره سؤال لو سمحت. أريد أن أسألك سؤال آخر، ما هي التعليمات طبعا التي، هل هناك استجواب للشخص الذي يريد التطعيم الحصول على التطعيم؟ ماذا تسألينه؟ أكيد أكيد أكيد. ما هي الأسئلة التي توجهينها له؟ في عندي استجواب محوسب طبعا، اللي هي كل واحد عنده حساسيات سببت له لأنه يسفرن بالعربي او انه يروح على مستشفى من اعراض سيئه اللي هي للحساسيه من ادويه. طبعا الاشي مش انه انا بحكي عن حكي او احمرار، الاشي مش هيك، الاشي سببه لاشي سيء انه من كله احنا تجوفا انفلاكتد او تجوفا اليرجد اللي سببت لانه يصير عنده حادث انه يسفرن ويصير وضع سيء او اختناق او وراح بالاخر على المستشفى. لا هذا ما بياخذ التطعيم. هاي احد الاسئله. احد الاسئله كمان انه هل كان عنده مرض الكورونا؟ اللي مرض بالكورونا ما بياخذ تطعيم. كمان إشي مهم جدا إنه فرق بين تطعيم وتطعيم لازم يكون 14 يوم. إذا أخذ المريض المتوجه لإلنا التطعيم للإنفلونزا أو أي تطعيم تاني ما بيأخذ أقل من 14 يوم، ما بيأخذ التطعيم. لازم يكون فرق بين تطعيم وتطعيم 14 يوم. أسئلة متعددة، الاستجواب محوسب وكل واحد لازم يجاوب عليك بالتلقي التطعيم. طبعا بنشرح له كمان انه التطعيم على وجبتين بالطعم اليوم، وكمان مره
عن طريق المحشف الحاسوب بطلع تاريخ وساعة للتطعيم الوجبة الثانية اللي هي بعد 21 يوم. وطبعا بشرح له كمان انه بعد اليوم ما ياخذ 14 يوم تطعيم، مفضل كمان انه ياخذ التطعيم الثاني بعد 3 اسابيع الكورونا، وبعدين بعد مرور 14 يوم اذا هو بيقرر ياخذ اي تطعيم ثاني. طيب على كل حال طبعا الاستجواب هو ضروري جدا طبعا، اكيد اكيد ضروري أكيد. جدا في عياده كلاليت في باكر الغربيه مثلا وجهوا لي 10 اسئله تقريبا في هذا الموضوع، ومن نذكرها هنا ونشكرها الشادي ابو مخ والاخ بليغ عبد الغني وايضا الاخت انتخاب في ام الفحم وزملائها في احدت في ام الفحم. كلمه اخيره اخت انتخاب. انا بحب برضو على الهواء اشكر كل اللي قاموا بمساعدتي. بامكانك ذكر اسماء يعني. انا بدي اشكر الاداره العليا اللي هي باداره السيد الي مزراحي، مديرة التمريض تبعتي اللي هي سوار متى قسيس، وكمان مديرة التمريض هي ميراف، والمدير العيادة عندنا صندوق إياد مساروي، وكل طاقم الممرضات الرائع من خلدية ودينا وعائشة وكل الطاقم اللي أنا بعدن أصدقائي، مش بس أصدقاء وزملاء عمل، بناتنا لانه احنا ربينا مع بعض. انا بقلي بالعيادة بالصندوق هذا 29 سنة، وبعد كل هدول زملائي يعني كلياتنا اشتغلنا، طاقم السكرتيرات مشكور جدا كلياته اللي قائم على العمل هذا. احنا في عنا والشكر موصول لك اخت انتخاب حصري على هذه المكالمة. كمان لكم مشكورين انه انتو، انا الاشي ببسطني جدا انه عم انتو بتوصلوا المعلومة للناس انه كمان يكملوا ويجوا يطعموا ويتوجهوا للمراكز هاي، وكل واحد حسب عيادته يتوجه يطعم. الاشي مهم جدا. شكرا لك اخت يعني انتخاب حصري. صحت لنا فرصة. شكرا لك اخت انتخاب حصري، كنت معنا من ام الفحم. جدا على الخطوة هاي إن شاء الله. شكرا لك. إذن أعزائي المشاهدين نخرج الآن إلى فاصل ثم نعود لمتابعة البرنامج الإخباري هذا اليوم.